وانت بقى تشجع مين؟ هي الارجنتين، دي اخر بطولة للاسطورة. طبعا يا ابني، انت بتتكلم في ايه؟ ايه او برقصوا تانجو، ايه ايه او ارجنتيني اصلي برقصوا تانجو. مفيش الكلام ده حلو. ايه جول فرنساوي بكسب برقصوا واصعد، ايه ايه او برقصوا واصعد. بس حاج، بس حاجة والنبي حاج، ده انا بقول عليك انت الوحيد العاقل في بيت المجانين ده. امال انت بتشجع مين يا عم برعي؟ انت بتقول ايه يا حبيبي؟ ده كاس العالم مش الدوري المصري. جمهورنا ده حمانة. بقول لك ايه يا بابا، سيبك من الواد ده دلوقتي. انت بتقول ان فرنسا هي اللي هتاخد كاس العالم صح؟ طبعا يا حبيبي، مش محتاجة كلام دي. عجباني قوي الثقة دي. وانتوا عندكم مين بقى في المنتخب ان شاء الله عشان تبقوا واثقين من نفسيكم كده؟ عندنا مين؟ لا بقى، لو كده يبقى عد معايا. كيليان امبابي لم يتبطل كل المونديال. عثمان ديمبيلي. سقفوله الالماني. بس كل دول ما يجوش جنب اللي عندنا اي حاجة. وانتوا عندكم مين بقى يعني ان شاء الله؟ عندنا مين؟ عندنا المعزة، عندنا الاقدم، عندنا اللي واخد كوكب الارض كعب داير، عندنا الرجل الذي لا يقهر صاحب السبع كور ذهبية، عندنا الرجل الفضائي صاحب الرجل الفضائية، عندنا الساحر الماجيكو. بس ايه كل ده؟ ده مين ده على كده ان شاء الله؟ نعم، انك ملك الكورة وانك الاسطورة يا ليونيل. ليونيل مين يلا؟ انت قصدك على العجوز ده؟ ما عادش يقدروك يا ليو ميسي، ما عادش يهبوك يا ليو ميسي، ما عادش يخافوك ويخافوا منك يا ميسي. عجوز؟ هتشوف العجوز ده هيعمل فيكوا ايه في النهائي. على الطلاق من امك اللي جوه دي، يا امبابي هيحجز للاعيبه الارجنتين كلها على اول طياره طالعه من مطار الدوحه. اصبر بس، ابقى قابلني انت وامبابي بتاعكوا ده. ولا انت بتتكلم كتير ليه؟ تتكلمش، ما بسمعش صوتك. هو احنا مش خدناها الكاس اللي فات؟ بقول لك ايه يا عم برعي، احضرنا يا عم. البلد الشمال فيه الزبال، وبأعلى صوت دايما مع الابطال. يا ابني انت عبيط، يا ابني انت متخلف. ده كاس العالم ملهوش علاقه بالثالثه شمال ده خالص. اقول لكم يا اخوانا، ما تصلوا على النبي كده. عليه الصلاه والسلام. جمهور كبير، جمهور عظيم، والوقت جه نرد الكبير. روح صل على النبي. شايف ابنك بقى حق؟ احسن تستاهل عشان انت عيل تنح. يا علي صنع كمل يا عم كركر، كنت عايز تقول ايه انت؟ انا عايز اقول لكم ان الكلام سهل. قصدك ايه يلا؟ قصدي ان بدل ما انتوا عمالين تتكلموا كده، لو كل واحد فيكم واثق من المنتخب بتاعه هنعمل مسابقه. جاهزين؟ انا جاهز طبعا، وانا جاهز اكتر منه. حلو قوي، داخل معانا برعي. الجمهور هو الاهلي، ولا في غيره يحركني. يا جدعان سيبوكوا منه المتخلف ده. ايه هي المسابقه كركر؟ المسابقه هتبقى عباره عن ان احنا كلنا هنقعد نتفرج على الماتش سوا، وكل واحد فيكم هيشجع الفريق بتاعه، ومع كل جون هيدخل في الفريق اللي انت بتشجعه هيتحدف عليك كيس ميه. حلو قوي، احب انا الكلام ده. ماشي، اصبر عليا، ده انت هتتغرق مني النهارده. وبعدين بقى؟ واللي المنتخب بتاعه هيخسر هيتحدف في البسين في الجو اللي احنا فيه ده. بسين ايه، خفت ولا ايه؟ امال فين الثقه اللي انتوا الاثنين كنتوا بتتكلموا بيها من شويه دي؟ مين ده اللي خاف؟ انا جاهز طبعا، طالما ارجنتيني يبقى انا جاهز، وانا جاهز اكتر منه. يلا بينا عشان نتفرج على الماتش. يلا بينا. خلينا كوبا لاميزا. طب يا جدعان، عايز كل اخواتي بقى يلا تنزل تشترك تحت في القناه، عشان خلاص قربنا نوصل على 500,000 اخ واخت. ولو فعلا عملنا كده ووصلنا 500,000 اخ واخت، هتشوفوا مفاجآت جامده جدا. فيلا انزلوا، يلا فجروا الفيديو دوت لايكات، بمناسبه ان الارجنتين هي اللي كسبت. واحلى مسا عليكم يا بتوع الارجنتين، وحظ اوفر بقى المره القادمه يا بتوع فرنسا. فيلا فجروا يلا الفيديو تحت لايكات، وعايز اسمع كومنتاتكم الحلوه عشان بشوف كل الكومنتات دي. بحبكم. وبسم الله الرحمن الرحيم، وتبدا المباراه بين الارجنتين وفرنسا، وكياس الميه جاهزه معانا. ومش كياس المايه بس اللي جاهزه، انا كمان جاهز. اصبر بس وشوف امبابي هيعمل فيكوا ايه دلوقتي. امبابي ده تلميذ عند ميسي. اخلص يلا اخلص. بصوا يا جماعه ركزوا معايا، الباسكت ده مليان كياس مايه علشان تحدفوها على بعضيكوا طول الماتش. حلو الكلام. وزي ما قلت لكم، الفريق اللي انت بتشجعه لو دخل فيه جون، صاحب الفريق اللي جاب الجون هيحدف عليك كيس مايه. الله، ده انت هتتغرق مني النهارده. هنشوف مين اللي هيغرق مين. بس اخلص بقى عشان الماتش بدا اهو. هيا 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 هي. يا رب استر. يا
يمشي دي ماريا يمين يسار. ايه ده؟ ما تلعبوا عدل بقى، ايه التكسير اللي انتوا بتلعبوه ده؟ تكسير ايه يلا؟ انت هتستهبل يلا، هو لمسه اساسا كل دي ولسه ما لمسوش؟ ماشي ان شاء الله هتتحسب ضربه جزاء ان شاء الله. لا ضربه جزاء للتانجو، الحلمه صحيحه، الحلمه صحيحه، الحلمه مؤكده. ايوه كده ضربه جزاء. خيبه. ظهر الحكة وفسك الباطل ولع عصفور سوسو. عيل بارد، ان شاء الله مش هتجيبوها. يا رب يا رب يا رب يا رب. يتقدم ليو ميسي، يتقدم. جول 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 جول. ايوه كده. شفت بقى العجوز عمل فيكوا ايه؟ اصبر بس اصبر، احنا لسه في اول الماتش. اصبر كده، نقول مبروك للارجنتين عشان جابت جول، ومبروك لسيف عشان هيحب على بوكس ميه دلوقتي. ايوه بقى، ده انت هتتغرق مني النهارده يا ابني. عيب يا ابني، عيب يا ابني. يعني يرضيك يعني لما دلوقتي تتجوز وتخلف يجي ابنك كده ويحدف عليك كيسه ميه؟ اه عادي، ايه اللي فيها يعني؟ على الحيوان. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طب طب واحده واحده. ها من عيني. حاضر. بسم الله بسم الله بسم الله. اه يا ابن الله الله عليا، طلعت بعرف انشن. ماشي ماشي، طب اصبر عليا بس، اصبر عليا يا رب فرنسا تجيب جون دلوقتي. ترجع الكره الارجنتينيه، شوف الوسط، الوسط فارغ، الوسط فارغ. حلوه يا ميسي، عالمي. الثاني القاضيه، يا رب الكره، يبدل على اليسار، بدل والثاني، الثاني جول. نهار اسود، هو انا داعب غلط ولا ايه؟ ايوه بقى جول. جهز لي الكيس الثاني. احذف وانت ساكت، يلا احذف وانت ساكت. ازاي ازاي وشوف ازاي وهوبا. وانا عملت ايه بس في حياتي يا رب عشان يحصل لي كل ده؟ شجعت فرنسا. كنت تشجع الارجنتين بابا بدل البهدله اللي انت فيها دي. اخرس يلا اخرس. ولسه ولسه، اصبر عليا بس. يا رب بقى، يا رب يا رب يا رب فرنسا، يا رب تجيب جون عشان ارشق الواد ده كيس ميه في دماغه واخلي عينه دي تطلع بره دماغه اساسا. يرجع بالكوره، صراع كبير، كوره خطيره، ماركوس، وضربه جزاء. فما مسك وفما بينالتي. الله اكبر، ضربه جزاء. اخي بقى اخي، يا رب ما تجيش، يا رب يا رب ما تجيش يا رب. مبابي امام العملاق مارتينيز، ان شاء الله هتيجي. كيليان مبابي، جول 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 جول. هدف فرنسي من كيليان مبابي، يشعل الفينال، مبابي يسجل النهائي. الميه تلج قوي. وانت لسه شفت حاجه؟ ده احنا لسه بنسخن بس. اصبر بس اصبر، امبابي هيعمل منكم كفته النهارده. يلعب الكوره مبابي، خطيره جدا، كوره من كيليانو، جول. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ها مش بقول لك اعمل منكم كفته؟ اهو جول تاني لسه جاي اهو. يا نهار اسود امي، يا نهار اسود امي. احذف يا بابي من غير ما تقول يا حبيبي. كيس المايه بتاعك جاهز اهو. دماغي يا دماغي. ما كنت تشجع فرنسا سيف طيب بدل البهدله اللي انت فيها دي؟ اخرس يا اخرس. ارجنتا صعبان عليا والله، معلش معلش. المباراه يسعفهم الوقت ام لا؟ كره ميسي، هي دي هي دي هي دي. استر يا رب استر يا رب. الهدف الثالث، الهدف الثالث، تجاوزت الخط. ايه او برقصوا تانجو. ايه او ارجنتيني اصلي. لا بقى حرام والله. روح يلا سيف، احدف كيسه ميه على ابوك. ما انا رايح اهو دلوقتي. بتفكروا ليه يا حيوان انت؟ جاهز يا بابا؟ انت خليت فيها بابا، احذف احذف. وهوبا. يا المايه ساقعه قوي، المايه ساقعه قوي. ما كنت تشجع الارجنتين بابا بدل البهدله اللي انت فيها دي يا بابا. ولا وحياه ربنا يا لو، عشان انا بص انا على اخري. وحياه ربنا يا لو اتكلمت تاني هقوم اضربك. خلاص يا بابا اديني سكت اهو. برقصوا تانجو. ايه ايه او ارجنتيني اصلي. عيل بارد. ممكن في تاريخ المونديال. امشي كيليانو، جول 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 جول. يا ابن اللعيبه يا امبابي، يا ابن اللعيبه يا امبابي. الله يخرب بيت امبابي وسنين امبابي. حرقك امبابي. ها جهز لي دماغك، يلا جهز لي دماغك اهي. اضرب يا بابا. بس وكده بقى يا جماعه يكون الماتش خلص تعادل ووصلنا للبلانتيات، يعني سواح الزروطه باكياس الميه. بصوا بقى، انا عايز كل واحد فيكم يقف كده في حته، بس المهم تكونوا واقفين في وش بعض. اهو انا واقف هنا اهو، هقف في الحته دي كده بالظبط، وانا اهو واقف قدامه هنا اهو. بس حلو قوي،
واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة حلوين. امسك انت بقى كده كاس المية دول. هات. وانت امسك برضو كاس المية دول. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. امسك. هات. بس وضربات الجزاء هتبدأ دلوقتي واللي الفريق بتاعه يدخل فيه جون يقوم حدف على التاني كيسة مية على طول. تمام كده جاهزين؟ جاهز وانا كمان جاهز. واحد اثنين ثلاثة. الارجنتين كسبت. قعدت اقول لك كده وانت ما صدقتنيش. ماشي يا عم مبروك عليكم مبروك عليكم. انا داخل انام. حد عايز مني حاجه؟ رايح فين يا جميل؟ عايز ايه يلا انت يلا عايز ايه؟ هتنفذ العقاب اللي احنا اتفقنا عليه؟ صح البسين عقاب ايه؟ لا 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 ما فيش الكلام ده خلاص كفايه كميه الكياس اللي اتحذفت عليا دي. وبعدين الجو ساعة اساسا واللي عنده حاجه بقى يوريني نفسه انا مش هتعاقب. لا يا بابا ما فيش الكلام ده احنا متفقين من الصبح وانت قلت جاهز بكل ثقه فالعقاب هيتنفذ. يعني هيتنفذ يعني شايفين كده؟ اه طيب اذا كان كده يلا بينا تعالى معايا يلا فكر انا مش هسيبه غير لما ينزل البسين. تعالى بابا ما هو انت هتنزل البسين يعني هتنزل البسين. ايوه كده جدع على كركر. ايه او برقصوا تانجو ارجنتيني اصلي برقصوا تانجو. ايه ايه او برقصوا تانجو ارجنتيني اصلي برقصوا تانجو. يلا بقى بابا نشوفك المونديال اللي جاي ان شاء الله. حمود انا الجو تانكي يلا يلا يا تانكي يا ابوي حد يطلعني حد يطلعني على الجو ولا ولا حد يطلعني يلا. وانت بقى هتشجع مين؟ هي الارجنتين دي اخر بطولة للأسطورة. طبعا يا ابني انت بتتكلم في ايه؟ ايه او برقصوا تانجو. ايه ايه او ارجنتيني اصلي برقصوا تانجو.